دائرة الإفتاء الأردنية تحرم في فتوى رسمية لها قبل شهور الأرجيلة والسيجارة الإلكترونية التي أصبح الكثيرون يستخدمونها كبدائل عن السيجارة التقليدية، واعتبرتها من الوسائل الضارة لصحة الإنسان. المضحك أن هذه الفتوى انتشرت قبل أيام رغم أنها صادرة عن دائرة الإفتاء قبل شهور، ربما لأن الحكومة لا تجني أموالاً من السجائر الإلكترونية التي حظرت بيعها، بعكس السجائر التقليدية التي تجني منها الحكومة أكثر مما تجني شركات الدخان. ولذلك لن نجد فتوى تحرم السجائر التقليدية، فهي جائزة كما جاء في صحيح الرزاز.